أينما كنتم نحييكم مرة أخرى في برنامجكم صدى الملاعب. تقام الأحد 3 مباريات في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أبرزها مباراة الاتحاد وضيفه الاتفاق على ملعب الجوهرة في جدة. أما في الرياض فيستقبل النصر صاحب القاع الحزم، وفي حائل يحل الفيصلي ضيفا على الطائي. المزيد في تقرير ربيع أبو شقرة. الأنظار تتجه الأحد إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث ينتظر العميد الاتفاق الضيف القادم من الدمام في مهمة عنوانها المحافظة على القمة. الاتحاد يدخل المباراة وفي جعبته 26 نقطة من 12 مباراة بفارق الأهداف عن ضمك الذي كاد يفتك الصدارة مؤقتا لولا التعادل مع الباطن. العميد حقق العلامة الكاملة في آخر 3 مباريات على حساب الحزم والطائي والفتح الذي تغلب عليه أيضا في كأس خادم الحرمين في آخر ظهور له، ولكن ذلك لم يأتي إلا في الوقت القاتل. هجوم الاتحاد سيتعزز قريبا مع وصول الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله ظهر السبت إلى جدة، حيث نشر النادي على موقعه الرسمي صورة للاعب الذي رحب به على طريقته الخاصة. حمد الله على السلامة ألف مرة. أما حمد الله فقال في فيديو نشره الموقع الرسمي: انتظروني غدا على ملعب الجوهرة. السلام عليكم، ننتظركم بكرة إن شاء الله. ليعلن الاتحاد بذلك أن القوة الضاربة المتمثلة بالثنائي حمد الله والهداف التاريخي للنادي البرازيلي رومارينيو قادمة بقوة. الثاني في مرمى ماكسيم كوفال. الله عليك يا رومارينيو. من جهته يحتل الاتفاق منتصف الترتيب ب 16 نقطة ويسعى لمواصلة ما بدأ به في المرحلتين السابقتين، وهو الفوز على الحزم والفيصلي، بينما خسر أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل فارس الدهناء بالتقدم أكثر على سلم الترتيب أو البقاء في المنطقة الدافئة قبل أن تحل كأس الأمم الأفريقية، حيث سيتأثر بغياب الثنائي الجزائري مبولحي وعبد اللاوي وكذلك التونسي السليتي. وفي العاصمة الرياض يستقبل النصر صاحب المركز الخامس ب20 نقطة الحزم صاحب القاع في مباراة لا تبدو صعبة على الأصفر في مرسول بارك. وفي حين يجرب الحزم التخلص من موقعه رغم صعوبة المهمة، فإن النصر الذي أخذ جرعة معنوية قوية بعد فوزه على غريمه التقليدي الهلال بهدفي أبو بكر وتاليسكا ووصوله لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتفاق، يسعى بدوره للتقدم أكثر نحو المقدمة والمنافسة على اللقب العتيد. وسيكون أبرز الغائبين عن مباراة مرسول بارك النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر للإيقاف، ومن المنتظر أن يدفع المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو بسامي النجعي أو بمواطنه بيتي مارتينيز لتعويض فراغ أفضل هدافي الفريق ودور كأس الأمير محمد بن سلمان. لن تغيب الشمس تماما حتى يظهر النصر. وفي حائل يحل الفيصلي الذي يملك 15 نقطة ضيفا على الطائي الذي يقبع على مقربة من منطقة الهبوط ب 13 نقطة. صاحب الأرض يأمل في نسيان ما حصل له أمام التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين والبناء على آخر ما حققه في المسابقة، حيث تغلب على الفتح والنصر وخسر بصعوبة أمام الاتحاد. وإذا كانت بصمات المدرب التشيلي سييرا بدت واضحة على أداء الطائي، فإن دانيال راموس يحاول خلق التوازن في تشكيلة عانت من عدم الثبات على صعيدي الأداء والنتائج، وآخرها توديع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب.